الألوان المائية بتمتاز بشفافيتها، فالماء هو الأساسي تخفيف درجة اللون. راح نبدأ الرسم بطريقة تسمى الرطب على الرطب. نبدأ تبليل الخلفية إما باستخدام فرشاة أو باستخدام إسفنجي، الشيء مستخدم بالمساحات الكبيرة. بعدها بنبدأ بوضع اللون. مثل ما شايفين هستخدم الحبر مثل ما هو، بما أنه الخلفية رطبة راح يتم تمديد اللون وفرشه على المساحة بشكل أسهل. طبعا مثل ما قلت طريقة الرطب على الرطب نستخدم المساحات الكبيرة أو التفاصيل الكبيرة. في حال وجود خطأ ممكن نستخدم منديل، ونفس المبدأ ممكن نستخدم المنديل لتخفيف الدرجة. طبعا هذا الكلام في حال كانت الألوان لساتها رطبة. الكلام نحن اللي عم نشتغل بالحبر، الكلام نفسه راح ينطبع على الألوان المائية. حالة الرغبة تغميق الخلفية ممكن نرجع نضيف حبر. أي أن تخفيف اللون بيكون بزيادة الماء، بزيادة درجة اللون ممكن نضيف لون من جديد. طبعا ما شايفين الخلفية رطبة بتساعد على تمديد وتلاشي اللون. ممكن نبدأ طريقة تانية وهي الرطب على الجاف. مثل ما شايفين الوعاء كان جاف، استخدمنا الفرشاة وعطينا طبقة خفيفة، ممكن نرجع نغمق بعدين. يعني الخطوة الأولى بالألوان المائية أو الأحبار هو نوزع درجات الفاتحة. هلأ راح نبدأ بحبات الكرز، بما أن درجتها غامقة ممكن نستخدم الحبر مباشرة نغطي المساحة الغامقة، وبعدها بفرشاة مبللة بالماء نرجع نمدد الحبر على الورقة نفسها. هالشي راح نكرره كل الحبات تقريبا بما أنه الدرجة غامقة. بدأنا بالحبر ما شايفين، بعدين الفرشاة مبللة بالماء ونمدد الدرج. نهاية الفيديو راح يكون في مجموعة من التمارين البسيطة ممكن نبدأ فيها لنمرن ايدنا ونتجاوز مرحلة الخوف. الألوان المائية بتحتاج تدريب، ما ضروري يكون العمل من بدايته عمل ممتاز. بترككم مع الفيديو وبتمنى يكون فيه فائدة لكم. Thank you.
إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم.